مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي إنجازات. مجموعة كويت المحبة التطوعية تعمل على دمج ذوي الإعاقة الخاصة وإبراز طاقاتهم الشبابية، كما تساهم في تعديل اتجاهات أفراد المجتمع للاعتراف بذوي الإعاقة الخاصة كفئة إنسانية لها كل الحق في الحياة الكريمة والتعامل معهم كأشخاص عاديين، ويكون لهم حقوق وواجبات والتعامل معهم على أساس القدرة وليس العجز، واستعادة ثقتهم بأنفسهم بما يحق لهم التعايش الكريم. مشاهدينا الكرام، مجموعة المحبة بل كويت المحبة توفر فرص للترويح عنهم وإقامة المعارض والمهرجانات الخيرية، كما تسعى إلى تنوير الرأي العام عبر مختلف الوسائل والإعلام بمشكلات ذوي الإعاقة الخاصة. مشاهدينا الكرام، لمزيد من الأضواء ينضم إلينا في الاستوديو رئيسة مجموعة كويت المحبة الأستاذة أمثال العدواني. حياك الله أستاذة أمثال، أنا سعداء في هذا اللقاء. وكذلك مشاهدينا الكرام، ينضم معنا هنا في الاستوديو الأستاذ بدر الريحان، مدير العلاقات العامة والإعلام في مجموعة كويت المحبة. حياك الله أخوي بدر. الله يحييك، سعداء في هذا اللقاء. أهلا وسهلا. مشاهدينا الكرام، قبل أن نبدأ باب النقاش نتابع معا هذا التقرير. الإعاقة بالمجتمع وتختص بالإعاقة الذهنية البسيطة مجموعة أخرى من الأهداف تسعى المجموعة أيضا لتحقيقها، منها المساهمة في تعديل اتجاهات أفراد المجتمع للاعتراف بذوي الاحتياجات الخاصة كفئة إنسانية لها كل الحق في الحياة الكريمة والتعامل معهم كأشخاص عاديين، وأن يكون لهم حقوق وواجبات والتعامل معهم على أساس القدرة وليس العجز، واستعادة ثقتهم بأنفسهم بما يحقق لهم التعايش الكريم، علاوة على توفير فرص للترويح عنهم وإقامة المعارض والمهرجانات الخيرية وتنوير الرأي العام عبر مختلف وسائل الإعلام لمشكلة ذوي الاحتياجات الخاصة، وحثهم على بذل الجهود لتقبلهم ومساعدتهم وتوفير المعاملة الإنسانية لهم وتخطي العقبات التي تواجههم وإقامة علاقات إيجابية بناءة مع كل شرائح المجتمع. وتسعى مجموعة كويت المحبة كذلك إلى تهيئة المؤسسات والطرق والمواصلات لتقديم أفضل الوسائل ليمارس أفراد هذه الشريحة من ذوي الاحتياجات الخاصة حقهم في المجتمع دون التعرض للخطر، كما وتهدف إلى التشجيع على إجراء الدراسات والبحوث العلمية التي تتناول مشكلات ذوي الاحتياجات الخاصة، وعقد المؤتمرات التي تناقش احتياجاتهم ومشكلاتهم بهدف تطوير أساليب الرعاية المتكاملة. مجموعة كويت المحبة تحرص كذلك على توعية الشباب الكويتي وإبراز طاقاتهم وإبداعاتهم المهمة للإنجاز والعطاء للوطن وتعزيز القيم الإيجابية والعمل الخيري لدى الشباب الطموح، علاوة على معرفة أفضل الطرق لتحقيق النجاح وعرض نماذج شبابية استطاعت تحقيق هذه النظرية والجمع بين خبرة المختصين ونجاحات الشباب الكويتي. مشاهدينا الكرام، اهلا بكم من جديد، وجدد التحيه بضيفي من داخل الاستوديو الاستاذه امثال العدواني رئيسه مجموعه كويت المحبه. حياك الله مره ثانيه اختي امثال، وكذلك بدر الريحان مدير العلاقات العامه والاعلام في مجموعه كويت المحبه. وبدايه مع الاستاذه امثال، ايش اللي خلاكم تفكرون في كويت المحبه؟ في هذه المجموعه؟ فكرنا في هذه المجموعه بالبدايه ب 2011. حبينا نسلط الضوء على ذوي الإعاقة، كون أن إحنا مجموعة لذوي الإعاقة الذهنية، نهتم للإعاقة الذهنية. وايد أشياء دار مداري خلتني أسس هالمجموعة. هي بدت بين تقريبا 10 أشخاص، والحمد لله الحين كبرت. طيب، شنو السبب اللي خلاكم، الدافع اللي خلاكم تنشؤون هذه كويت المحبة لذوي الإعاقة الذهنية؟ شنو اللي كان يعني المفروض انكم
شنو النقص اللي شفتوه؟ شنو القصور المفروض انها تكون موجوده؟ حسينا بالمجتمع انه ما يهتم بالاعاقه الذهنيه، يستغله. في قصور في المجتمع؟ للاسف. حبينا في هذه الفئه من الاعاقه، من الاعاقه الذهنية. حبينا ننور المجتمع بهالفئه. احنا يعني انا شخصيا اوريدي اشتغلت مع جمعيات نفعم ذوي الاعاقه بالكويت، مو ناقصهم شيء الحمد لله. بس في قصور من المجتمع كون انه ما يعطونهم حقهم. مو متاقلمين يعني مع المجتمع، يعني استغلال المجتمع. نقدر نقول اما جهات رسميه موفين حقهم. لا، بالجهات الرسميه والجهات الحكوميه ما شاء الله تحاولون انكم تدمجونهم مع فئات المجتمع يعني من خلال هذا هدف. هذا هدف المجموعه بالبدايه، دمج ذوي الاعاقه الذهنيه البسيطه بالمجتمع، توعيه المجتمع بالاعاقه الذهنيه البسيطه. طيب اخوي بدر، اهداف المجموعه هذه؟ الاهداف تسعى الى دمج ذوي الاحتياجات الخاصه بالمجتمع، ذوي الاعاقه بالمجتمع، ونختص بالاعاقه الذهنيه البسيطه. نحاول نور المجتمع عنهم. ممكن تعرف لي بس الاعاقه الذهنيه البسيطه مثل شنو يعني؟ يعني تخلف العقل البسيط. إيه؟ اللي هم صعوبات التعلم. ايوه، اللي ما ياخذ يعطي، يعني مرات تحصل ان تشوف انطوائي شوي، ما ياخذ يعطي مع الناس. هذه الاعاقه الذهنيه البسيطه. ممتاز، نكمل الاهداف. الاهداف دمج ذوي الاحتياجات الخاصه بالمجتمع. حلو. وننور المجتمع فيهم، لان حقهم ضايع بالمجتمع، الفئه هذه بالذات، لان ما يبين عليهم كظاهريا الاعاقه فيهم، ما تبين. فاحنا نحاول نوعي المجتمع فيهم، لان صارت اكثر من مواقف ان صارت مشاكل بين المعاق وبين الشخص السليم السوي. تصير مشاكل لان عدم تفهم اعاقته، يعني لما يقول انا اعاقه ذهنيه يقول شنو يعني اعاقه ذهنيه؟ ايوه. فهذا اللي قاعد نسعى عليه. هذا من ابرز اهدافكم. اي نعم. طيب استاذ امثال، عندكم خطه انتم وتتبعونها في المجموعه في اقناع الاحتياجات الخاصه؟ اكيد عندهم عقبات وعندهم يعني مشاكل، وعندهم ممكن هذه يعني تؤثر عليهم حتى في مستقبلهم، حتى يعني ممكن يكتسبون ممكن امور ثانيه غير ايجابيه في المجتمع. انتم شلون قدرتوا تخطون هذه العقبات بالنسبه لذوي الاحتياجات ذوي الاعاقه؟ احنا الحمد لله عندنا في المجموعه تقريبا 3 حالات اعاقه. بس انتم طبقتوا الهدف اللي قاعد يقول انتم دمجتوا انتم؟ احنا دمجناهم. ثلاث عندكم؟ ثلاثة عندنا في المجموعة؟ عندنا ثلاثة بالمجموعة. ونفتخر فيهم. نعاملهم كإنسان سوي، ما نعاملهم كإنسان غير سوي. وهذه بعض الجمعيات والمجاميع التطوعية هم نسوي نفس الشيء، نفس ما احنا قاعد نسوي، بس الفرق بيننا وبين غيرنا ان احنا نعامله مثل الإنسان السليم، ما نحسسه بالفرق بانه بالعطف او بالشفقه او بالش اسمه، لا تعطونا المهام كامله مثل الانسان مثل غيره. وينجز احسن من انسان سوي. ما شاء الله. يعني ايش اللي ناقصه يعني؟ مو ناقصه شيء، اهتمام معنوي، اهتمام من المجتمع نفسه. اهتمام من المجتمع نفسه هو اللي احنا نبي. احنا ما نطمح شيء، يعني احنا من المجموعه اللي نطمحه من الناس، من المجتمع، انه يتقبل الاعاقه الذهنيه البسيطه، يحترمهم، ما يستغلهم. هذا احنا هدفنا، انجازنا لما ندش معارض، لما نروح نشارك كمجموعه كويت المحبه ومعانا الاعضاء ومعانا الاعاقه، ما نتحكى ان هم ناقصين او ان هم ما يقدرون يسوون شيء، هم يقدرون يسوون اشياء اكثر من الانسان السوي اللي يقدر يسوي كانسان طبيعي. راضي عن ادائها المجموعه هذه؟ قدرت تحقق شيء؟ الحمد لله. من 2011 من 2011 في بدايات 2014 2014 احنا الحين صار لنا بكل صراحه راضيه تمام الرضا عن اللي حققتوه بالنسبه للمجتمع. انتم ما راح تدخرون جهد، انا ادري، لكن كتقبل المجتمع اللي احنا بين عشرة تقبل واحد احنا راضين. صار الامر هذا؟ الحمد لله. يعني في تطور؟ في تطور، في ناس وايد تتابعنا واللي ما كان يعرف الاعاقه وما كان يعرف احنا شنو هدفنا، قاموا يتابعونا وقاموا يجونا اي مهرجانات احنا نشارك فيها. اخوي بدر، وين الاماكن اللي انتم ترتادونها؟ اللي انتم تبونه كونك مدير العلاقات العامه في المجموعه، شنو الاماكن اللي انتم تركزون عليها لكي يعني تزيلون هذه العقبات؟ شنو اهم لكم اماكن انتم حاطينها في بالكم؟ لا، ما عندنا اماكن تقليدية، لكن يعني اغلب تواجدنا بالاماكن العامه.
في الأماكن العامة. أي عشان هني نقدر ندمجهم مع الناس. يعني ما نقدر نخليهم مثل مكان نحكرهم فيه نقول هذا مكانكم، لا، مع الناس تمشوا مع الناس. زين، تعتمدون على يعني المختصين في علم النفس في مرات علاقات إيجابية؟ في يعني في شغلات اللي مثل نكون مترددين فيها نسأل فيها. أكيد. يعني عندكم ناس مختصين في في في, في علم النفس، يعني تلجؤوا لهم وقت الضرورة عشان أنكم تدمجون هذه الفئة عشان نكون ماشيين بالسليم، عشان تكونوا ماشيين بالسليم، ترجعوا لهم يعني مرجع لكم. نعم. طيب، أمثال الوسائل اللي يعني عن طريقة تتم في تهيئة المؤسسات لتقديم أفضل الوسائل، يعني المؤسسات اللي موجودة، احنا مجتمع مؤسسي، شنو الوسائل اللي أنتم قاعد تستخدمونها للتنسيق في تمهيد الطريق أمام عملكم؟ في عندنا يعني مثل ما تقول يعني خلينا نقول في وزارة التربية، شنو اللي أنتم تسوونه وتمهدون حق هذه المجموعة؟ وزارة التربية كل الشكر للقائمين عليها، وزير التربية، سهولتنا احنا كمجموعة إقامة ندوات في وزارة التربية، صار لنا الحين سنتين في المدارس، مدارس البنات او مدارس الصبيان، نقدم ندوات بذوي الإعاقة ومفهوم ذوي الإعاقة وتوعية المدرسات والطلبة احترام ذوي الإعاقة. صار الحين سنتين تقريبا قدمنا ما يقارب العشر ندوات في جميع مناطق الكويت. ممتاز. خلاف الندوات، نبي على الساحة، نبي عمل. ما خذيتوا مجموعة أو أهلتوا الناس من ذوي الإعاقة الذهنية، حاولتوا أنكم تدمجونهم؟ يعني خلنا نأخذ على سبيل وزارة التربية في المدارس، تأخذون ناس من أصحاب هذه الإعاقة وتدمجونهم في مدارس بدون ما أحد يدري، يعني بدون ما يعني بس بينكم وبين الإدارة، يعني كتجربة، يعني على الأقل فصل دراسي واحد وتشوفون هذه تجربة. تحت لازم تكون مع مؤسسات، مع وزارات، وزارة الصحة، وزارة التربية، ووزارة التعليم التطبيقي لذوي الإعاقة. بس احنا فئتنا كمجموعة شبابية تطوعية ندمجهم في الفعاليات اللي احنا نسويها. هل الأشياء ما نقدر احنا نتخطاها لأنها تحت وزارة التربية؟ في عوائق ولا مسهلين لكم؟ ما في عوائق، بس ان احنا هدفنا اجتماعي اكثر ما يكون تربوي. ممتاز. طيب بدر، شلون تشجعون على، اكيد لكم دراسات، لكم بحوث علمية تتناول مشكلة ذوي الإعاقة الخاصة، كيف تشجعون على اجراء مثل هذه للدراسات وهذه البحوث؟ عن طريق التعايش مع المعاق نفسه، طريقة سيرة، طريقة بدر، شلون تعيشون مع شلون يعني وضح اخواننا المشاهدين كيفية التعايش مع اصحاب هذه لا يعني تحسس انه هو في حياتهم اليومية تروحون وياهم؟ نعم، يعني هذا هو، يكونون ويانا بالمجموعة، يكون معنا، يعني كلامك قبل شوي انه في ثلاثة وياكم، لا انتم تطلعون يعني خارج يعني انا ما ابي ثلاثه، ما احسس انه هو ضيف معي. لما يطلع معي ما احسس انه هو ضيف. في صعوبه في البدايه بدر لما يعني نوعا ما، لانه مو متعود على الناس تاخذ وتعطي معاه، لان الناس تشوفه مرات يوخرون عنه. يعني ما حد ياخذ ويعطي معاه بالعاده. وين المكان اللي انت ارتحت له، حسيت انك طلعت ووصلت البيت وخلصت من 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 هذا العمل وانت مرتاح؟ الحمد لله، بغلب فعالياتي، كل مكان اغلب فعالياتي يعني لما اسوي فعاليه واتعب عليها صح، اشوف انجاز ان المعاق تعايش مع اللي حوله الاصحاء، واخذ يعني وضعيته السليمه انه هو مو معاق، هني انا اكون مستانس. تحضرك بدر فعاليه انت رضيت عنها تمام الرضا، يعني استانست منها بعد ما طلعت؟ ادري ان شاء الله عندك فعاليات كثيره، تذكر القهوه الشعبيه. القهوه الشعبيه اي كانت بالمقهى الشعبي اللي بالسالميه اللي بعد المارينا، كان باسم انتم منه. ها، ما حد سألكم؟ نعم. من الناس الأسوياء اللي موجودين، شنو ايش معنات انتم منه؟ سألوا انتم منه، انتم منه شنو معناته؟ يعني من وين جبتوا الاسم هذا انتم منه؟ انتم منه اخذناه الاسم من هم قاعد يسمعون اللي وياكم اصحاب الإعاقة هذه، وانت قاعد تشرح لهم، تشرح حق الناس الثانيه. معانا وهو قاعد يسمعكم. اي نعم، اكيد. متقبل الامر. متقبل الامر، انه اساسا الشعار له هو. ان انتم منه، يعني ما حس بخجل، ما حس، لا بالعكس، كذا قاعد يبرز نفسه اكثر. اي ممتاز، وهذا اللي احنا نهدف عليه، انه يبرز نفسه اكثر ولا يستحي او يحس بالخجل. فانتم منه كان الاسم، حتى كنا بنسوي هذا. متى كان بدر؟
كان شهر 11/2011. شهر 11/2011. 2011. ما كررتوه مره ثانيه؟ والله حاولنا نكرر لكن ظروف. لا مو ظروف. في عوائق. شنو العوائق؟ موافقات. من منو؟ قول. من إدارة المقهى الشعبي. اي زين، غير المقهى الشعبي بروح انا حق اماكن ثانيه. لا بس لما يكون الفعاليه في إيه؟ المكان عام وتحط فيه ذوي الاعاقه بالمكان هذا، هني يتعايشون مع الناس. ما اقدر احط مكان ما في احد واسوي لهم المهرجان، لان المهرجان عباره عن دمجهم مو عن وناستهم بس. ممتاز. دمجهم ووناستهم مع بعض. تبي تشوف النتيجه، هذه هي النتيجه. هذه النتيجه اللي احنا نسعى لها. اي نعم. امثال احنا الحين بالشهر هذا ان شاء الله اشهرنا كلها فرح وكلها اعياد وكلها ان شاء الله امور طيبه. شهر فبراير شو عديتوا لهم؟ شهر فبراير شاركنا في عندكم فعاليات كثيره، عندكم مناسبات، عندكم عديتوا شيء لهم؟ احنا شاركنا في هلا فبراير الكرنفال هلا فبراير، وعندنا معارض جايه ان شاء الله، عندنا فعاليه خاصه مسوينها حق امهاتنا في الشؤون. امهات اصحاب ولا لا الشؤون. شهر ثلاثه، شهر ثلاثه ان شاء الله في عندنا فعاليه لاولياء امور ذوي الاعاقه. بدر، من اهدافكم يعني الاهداف اللي انت ذكرتها قبل شوي، توعيد الشباب الكويتي وابراز طاقاتهم. يعني كيف يتم ذلك؟ انا في جهات تنسقون وياهم؟ شلون؟ في جهات تنسقون وياهم؟ شلون تبرزون طاقات اصحاب الاعاقه هذه؟ عن بالمجموعه نفسها. بالمجموعه، انضمامهم بالمجموعه. انزين، يعني انضم المجموعه هذه وصار عنده انجاز. شلون تبرزون هذا الانجاز؟ على طموحه هو، شنو اللي حابه بالضبط؟ زين، اللي حابه راح يعني نمشي له، نحطه على الطريق الصحيح، نمشي على الطريق الصحيح، نوصله حق اللي هو يبي بنفسه يحقق شيء. انتم تسعون اكبر ويا. مثال، اكبر مثال انا قدامك الحين. اي نعم، انا بالمجموعه تقريبا من بدايه المجموعه، من مؤسسين المجموعه. اي نعم. ما كنت اعرف شيء عن التطوع او ذوي الاعاقه بشكل عام. ايوه، دخلت المجموعه حبا بالتطوع، حبا بذوي الاعاقه، والحين الحمد لله يعني مثل ما تشوف قدامك، لما اشوف المعاق احس ان انا المعاق. ممتاز. هذا هو الهدف الرئيسي، هذا اللي لما انت تشعر بما يشعر به. بالضبط. طيب ممتاز. امثال عندكم نماذج شبابيه استطاعت ان تحقق شيء على ارض الواقع؟ عندنا تقريبا اثنين من المنتسبين للمجموعه. من المجموعه. اي او قدموا. عندنا هم بالالكترونيات. يعني انت تقدر تقول هم لهم ميول. لهم ميول. شنو اغلب اكثر شيء؟ اكثر ميولهم الالكترونيات. ما شاء الله. يكونون يحبون الشيء. يمكن الانسان يسوي ما يمكن، بالعكس الالكترونيات والامور اللي فيها تعقيد وفيها كذا يمكن ما يلجا لها الانسان يسوي هذا. يعني سبحان الله احنا نسميه. انا شخصيا اقول لك انا ما اعرف حق الكمبيوتر وايد او التليفونات الجديده. هم ما شاء الله عليهم وين اعاقه ذهنيه؟ انا ما ادري المسمى هذا، بحطه بين قوسين، اعاقه ذهنيه ما شاء الله، وقاعد يميل حق امور مثل هذه، فيها تعقيد وفيها صعوبه وفيها لان انسان اساسا سليم. ها؟ انسان سليم، حاله يعني حال غيره. زين، الاسباب مثال شو اللي خلاه يعني انتم بعد ما قعدتوا وياهم وشرحتوا وياهم وسولفتوا وياهم حسيتوا انهم ما عندهم اعاقه، شو اللي خلاهم تصنفونهم انتم التصنيف هذا؟ هو مو احنا اللي صنفناه، المجتمع، الاسره. لا هو هم التوحد شلون اعاقته ما يبين عليه. يعني بداياتهم هو يكون اعاقه ذهنيه بسيطه، سمات توحد او بسيطه، احنا ما نصنف. مو عندنا احنا التصنيف. انتم تروحون تحصلون تقول هم يعني الجهات المعنيه. انا ما اقدر اقول لك الجهات، عندنا اولياء امور، عندنا مركز تقويم الطفل. احنا مو الجهه. هذه مصادركم ها؟ اي ايوه. احنا مو الجهه المخوله اللي نقدر نقول لك هذا معاق او هذا غير معاق، او هذا اعاقه بسيطه او هذا غير اعاقه بسيطه، او هذا شديده او غير شديده. يعني احنا انا مو دكتوره ولا غيري. احنا كمجموعه تطوعيه نحاول نوعي المجتمع على هالاعاقه، هي مو اعاقه كثر ما تقول انه هو شيء المجتمع مو متقبله. عرفت شنو يعني؟ شنو نسميه؟ نبي نشوف الاسم ثاني غير الاعاقه الذهنيه طرى في بالكم؟
ممكن مبدعين يعني متميزين تقدر تسميهم. انا بالنسبه لي وفعلا ترى هم مبدعين ومتميزين يعني، بس للاسف انت لما تي عند هالفئه المعينه بالضبط، احنا في الكويت في بعض الدراسات او لما يخلصون سن معين من الدراسه تلقاهم يوقفون ما يقدرون يروحون اي مكان، او اذا يبون يتوظفون في وزارات الحكومه ما يعطونهم الانجاز اللي نفس الانسان يسوي. إيه انا راجع لك بالعواقب وتسجلين وتذكرين عندك. بدر، يعني هناك الكثير من الجمعيات اللي تهتم بذوي الاحتياجات الخاصه، ايش الفرق بينكم وبينهم؟ شو اللي انتم تميزون في كويت المحبه؟ احنا مجموعه شبابيه. اي يعني الجمعيه ما اتوقع يعني لهم سن معين اللي يقدرون ان ينضمون لهم او شيء كذي. احنا لا، مجموعه تطوعيه نحاول نوعي المجتمع بالعمل التطوعي بينه وبين بعض، يعني مثلا ما اقعد مع الشباب اقول لهم الموضوع 1 2 3. الجمعيه هذه ما تسوي، الجمعيه انت تجي لي عندنا واحنا اللي نعلمك. بس كون المجموعات التطوعيه هي بنفسها قاعد تمشى وقاعد تتكلم عن العمل التطوعي باي تجمع باي ملتقى باي يعني طلعه تسولف عن العمل التطوعي. هنا الناس يعني تقدر تحثهم على العمل التطوعي، تعلمهم على العمل التطوعي. نعم. طيب الدعم من وين لكم بدر؟ دعم اكو دعم. تحتاجون دعم انتم؟ محتاجين دعم. صح، شنو نوع الدعم اللي تحتاجونه؟ نحتاج العيني اكثر من المادي. يعني هدايا، مثل ما تقول سناكس حق الاطفال من ذوي الاعاقه، بس دعم ماكو دعم نهائيا. يعني حتى لما يعني من 20 كتاب يمكن ما ينقبل الا كتابين ثلاثه لعدم وعيهم بالمجال التطوعي. شنو 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 تبون يعني شلون تبون الجهات المعنيه تهتم اكثر؟ شنو ناقصكم؟ اعلام؟ اعلام، احنا الاعلام ويعني الكتاب، لما نودي الكتاب والكتاب موثق من تحت هيئه شباب الرياضه هم يرفضونه. يعني حتى صار موقف ان واحد قدم كتاب راح اعطاه الموظف، اعطاه ربع دينار قال الله يعطيك. من حق الموظف الموظف اعطاه حق المتطوع. يعني تبون المفروض انه يكون في توعيه اكثر من هذا. هو هذا اللي احنا قاعد نسعى عليه بمجموعتنا التطوعيه. الوعي بالمجال التطوعي اكثر. طيب خلال تجربتكم اختي امثال في مجموعه كويت المحبه، مميزات ذوي الاعاقه الخاصه شنو تميزون فيه؟ انت ذكرتي قبل شوي كل شيء يتميزون في ذوي الاعاقه الصعبه. كل شيء يتميزون فيه، بس الشيء الواحد اللي تقدر تقول عنهم عندهم صعوبه فيه اللي هو الاختلاط بالمجتمع، اللي هو يحس نفسه توحدي اكثر، وانه يقعد حتى على مو التوحدي بس، حتى غير التوحدي اللي فيه على الاقل انه المجتمع ما راح يقدر يخاف من المجتمع، يخاف من الناس، يخاف انه يختلط. عشان كذي احنا كمجموعه نحتويهم اكثر، نحسسهم ان احنا متقبلينك، احنا نبيك، تعال اشتغل ويانا، تعال سوي ويانا. والدليل ان في بعض الفعاليات هم اللي ينجزون فيها، انا ما اسوي شيء. زين، انت ذكرتي الحين اثناء كلامك ان في انواع الاعاقات، كم نوع عندكم الاعاقات الذهنيه؟ احنا بالمجموعه عندنا حسب عملكم. لا انا اقول لك انا عندي اثنين. يعني لا انواع، انتم مصنفينهم انواع الاعاقه؟ الاعاقه لا انا ما اصنف. لا موجود التصنيف هذا، انتم قاعد تعملون على اساس هذا التصنيفات عندكم؟ هو احنا نسال شنو التصنيف الاعاقه، او الشخص اللي عندنا المتطوع اللي عندنا شنو اعاقته. شنو الدرجات اللي عندكم؟ احنا عندنا البسيطه. البسيطه بس اللي ما يبين عليها. يعني عندك فئه الداون يبين عليها، التوحد ما يبين عليها، أطفال التوحد ومرضى التوحد ما يبين عليهم الإعاقة. الإنسان سوي في بعض، أنا ما أقدر أفتي لأن أنا ماني دكتورة، أنا مهتمة في ذوي الإعاقة. هذا اللي خلاني أني أصير أو أني أسوي مجموعة تهتم في ذوي الإعاقة، بالذات الإعاقة الذهنية البسيطة. الإعاقة الذهنية البسيطة اللي منهم صعوبات التعلم، أنت تقدر تقول صعوبات التعلم هي مو إعاقة، وأنا ما أقول لك إنها هي إعاقة، بس في فئات، وفي فئة اللي شكلها ما يبين إن هم ذوي إعاقة، وفي ناس وايد تعاني من هالمشكلة. التوحد هم ما يبين عليه إنه ذوي إعاقة. طيب حققتوا شيء؟ أنجزتوا شيء؟ حسيتوا إنكم
خرجت مجموعه واندمجت في المجتمع. انا عندي وصلت لهالمرحله، وصلت لهالهدف بالشباب اللي عندي واشوفهم عندي وتابعتوهم وقاعد نتابعهم والدليل معانا وياكم ويانا. طيب بدر، كونك مدير العلاقات العامه في مجموعه كويت المحبه، نشاطكم يمتد الى التركيز على الموهوبين ولا على يعني تعاملون هذه الفئه نفس المعامله كلهم؟ انتم تبحثون عن متميزين في هذه الاعاقه ولا لا احنا كلنا عندنا سواء، ما عندنا نبرز واحد ونخلي واحد، كلهم يطلعوا مع بعض. طيب لكم تعاملتوا مع مركز صباح الاحمد للابداع والموهبه؟ لا ما فتحتوا خط وياهم؟ لا للامانه لا. سمعتوا بالمركز هذا اكيد؟ سمعنا فيه بس ما كان لكم، ممكن لو تعاملون وياهم يساعدونكم في انت تتوقع؟ باذن الله ليش لا؟ طيب ليش ما تعاملون وياهم؟ ان شاء الله بالايام الجايه ان شاء الله نتعامل معاهم. راح يكون لكم لان تعاملنا باكثر من مركز، مركز التوحد بمشرف عده مراكز تعاملنا معاهم، وان شاء الله يعني لنا لقاء مع مركز صباح الاحمد. ان شاء الله. طيب اختي امثال، كيف تقيمون وضعيه ذوي الاعاقه في الكويت كدوله في قصور؟ ما انا ابي اقول كلمه ولا 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 حاسين، انت قلتي لي قبل شوي في بدايه الحديث ان مشكلتكم في المجتمع، الجهات الرسميه ما عندها تقصير، استدركتي وفي تقصير؟ لا، هو الجهات الرسمية ما فيها تقصير في ذوي الإعاقة وما قاعد يقصرون، بس في عندنا شيء واحد اللي هو نادي الإعاقة الذهنية البسيطة اللي هو سبيشال أولمبيكس. للأسف احنا عندنا هني بالكويت مو مفعل. هذا تابع حق منه؟ اللي هو تابع لنادي المعاقين. نادي المعاقين هو اللي يختص بالإعاقة الجسدية، بس الإعاقة الذهنية للأسف السبيشال أولمبيك مفعل في كل دول العالم إلا دولة الكويت اللي طالبتوا فيه. طالبنا في الهيئة العامة للشباب الرياضة وإن شاء الله إحنا ماشيين لهالموضوع. متى مطالبين فيه؟ والله صار لنا من اول ما بديت تقريبا، بس احنا صار لنا لا يعني من 2013 انا بديتوا في انا اوريدي كنت متطوعه في دوله من الدول في السبيشال اولمبيكس، بس بالكويت للاسف السبيشال اولمبيكس مو موجوده بالكويت. المعني بالسبيشال اولمبيك منو الجهه المعنيه؟ الاولمبيات الخاصه اللي هو تحت رعايه نادي المعاقين او تحت رعايه الهيئه العامه للشباب والرياضه. انا متامله خير ان شاء الله بالايام الجايه. يعني قطعتوا شوط وياهم؟ ولا للحين ما بديتوا؟ لا، تكلمنا بهالموضوع شفوي، بس ما صار شيء على ارض الواقع. ما صار شيء على أرض. وعدوكم خير؟ وعدونا خير وان شاء الله خير ان شاء الله. طيب بدر، يعني لكم مؤتمرات قادمه؟ مؤتمرات، عقد مؤتمرات بالنسبه لهذه الفئه في ذوي الاعاقه الذهنيه، مؤتمرات تناقش احتياجات ومشكلات؟ سويتوا انتم مؤتمرات سواء دوليه محليه؟ احنا شاركنا في مؤتمرات. احنا نشارك بس وين؟ اخر مشاركه كانت لكم؟ شاركنا في مؤتمرات مع جمعيه اولياء امور المعاقين ومع الجمعيه الخليجيه لذوي الاعاقه. هذا وين المؤتمر الاول وين كان؟ في الكويت. في الكويت؟ اي. لكم نشاط دولي يعني؟ شاركنا اللي يكون في المؤتمرات اللي تكون تتواجد في الكويت، وفي مؤتمر ان شاء الله راح يكون في شهر 3 مع الجمعيه الخليجيه بذوي الاعاقه. لكم مشاركات قادمه دوليه ولا؟ باذن الله، والله دبي لهم فتره وهم قاعد يدعونا. ان شاء الله احنا نتمنى ان شاء الله لكم يكون لكم نشاط دولي ويكون لكم نشاط محلي باذن الله. نبي المحلي تركزون عليه اكثر من المحلي ناقص الدعم للامانه. ان شاء الله تحصلون على الدعم هذا ان شاء الله بهمتك انت مدير العلاقات العامه والامر هذا، وانت ان شاء الله قدها يا بدر. انت اختنا امثال، اذا رئيسه مجموعه كويت المحبه الاستاذه امثال العدواني، ومدير العلاقات العامه والاعلام في مجموعه كويت المحبه الاستاذ بدر الريحان. وصلنا الى نهايه هذا اللقاء، نتمنى ان شاء الله ان نشوف لكم انجازات اكثر باذنه تعالى ان شاء الله في هذه المجموعه الطيبه، مجموعه كويت المحبه. انا شاكر لكم هذا الحضور وشاكر لكم على كل هذه المعلومات التي ادليتوا فيها. شكرا لك. حياك الله. اذا مشاهدينا الكرام، وصلنا واياكم الى ختام حلقتنا من هذا المساء من برنامجكم
إنجازات، على أمل نلتقيكم بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم وحلقة جديدة من إنجازات لهذا البلد. الله محفظ الكويت من كل مكروه وسوء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.